النهارده طبعا احنا متابعين ان كان في مباراه وديه ما بين مصر والنيجر وانتهت بفوز مصر 3-0، ودي يعني حاجه مشجعه جدا رغم انها مباراه وديه، لكن حاجه مشجعه جدا، وعوده ومشاركه جميله من النجم محمد صلاح. وده يخلينا بقى نشارك معاكم قصه جميله جدا شاركها اللاعب كريم فؤاد، قصه صوره نقدر نسميها رحلة كفاح. زي ما كنا دايما لما بتيجي سيرة محمد صلاح بنقول الراجل ده هيبقى ملهم لأجيال، هيفضل يبقى ملهم لأجيال. كريم فؤاد واحد من أجيال كرة القدم اللي بالنسبة له طبعا محمد صلاح كان قدوة وما زال قدوة، لكن هو شارك أنه صورة لي أنه من كام سنة كان كريم فؤاد بيلعب في الدوري، عفوا كان كريم فؤاد بيشارك في إحدى الدورات اللي دورات الرمضانيه، وكان الصوره اللي على اليمين اللي حضراتكم شايفينها دي صوره مشاركته في دوره رمضانيه كسب فيها، وتفاجئ انه اللي بيسلمه الجائزه كان محمد صلاح وقتها. كتب كده بكتير من التآثر وبيقول انه انا النهارده بلعب في منتخب مصر واحنا مع بعض زملاء في الفريق، ودي بالنسبه له كانت حاجه كبيره قوي قوي وهو بيشارك في مباراه النهارده. جمع الصورتين مع بعض يقول لنا ألف رساله ورساله، ويقول لنا قد ايه كل القيم الحلوه مهمه، مش انها تتقال، انها تتعمل، انها تتعيش. مهم جدا ان يكون في محمد صلاح، ومهم جدا اننا نحميه من كل محاولات الهدم المستمر، لان وجود محمد صلاح بيخلي شاب تاني زي كريم فؤاد يتمنى ويحلم ويلعب ويجتهد. ومهم جدا الفرصه والاتاحه، وإننا ندور عن موهوبين ونمكنهم ونديهم مواقعهم عشان في يوم من الأيام يقف كريم فؤاد جنب محمد صلاح، فيبقى التطور المنطقي لوجود الموهوبين ولأن الموهوبين يكبروا. الصورتين دول فيهم ألف رسالة ورسالة، إنك تحلم وإنك تحاول، ورسائل تانية للناس المسؤولة عن الأحلام دي إنها تساعدك وإنها تديك الفرصة وإنها تمكنك. محمد صلاح حاجة كبيرة قوي، بس الصورة دي النهاردة أنا متأكدة إنها مشجعة لناس كتير. ناس كتير هتحط نفسها مكان كريم فؤاد وتقول أنا عايزة أبقى زي كريم فؤاد في مجال كذا، عايزة أقابل فلان الفلاني أكبر حد في المجال بتاعي، عايزة أشتغل معاه. ودي بالمناسبة حاجة طبيعية، كلنا بنعمل كده، كلنا بنحلم نقابل أكبر حد في المجال بتاعنا أو في التخصص بتاعنا. وهتبقى ملهمة الناس زي محمد صلاح انهم قد ايه يهتموا يعني بما يقدموه للناس، مش بس من خلال الشغلانة بتاعتهم لكن من خلال المبدأ فكرة نجاحه هو شخصيا. على كل حال احنا عايزين نسلم على الأستاذ حميد فؤاد اخو اللاعب كريم فؤاد. هو النهارده كريم فؤاد كان مازال يعني لسه مباراه مصر خلصانه فما كانش متاح، عشان كده احنا بنسلم على اخوه، بنشكره شكرا جزيلا انه معانا النهارده. مساءك خير. مساء النور. عايز اسالك ثلاث اسئله سريعه جدا يا استاذ حميد. مع حضرتك. كريم بيلعب كوره من امتى؟ لا كريم بيلعب كوره من زمان جدا، من هو صغير يعني من 10 سنين مثلا، ده هو رايح النجوم وهو عنده 10 سنين ايام ما كان في الابتدائي. Yeah. وهو بدأ مشواره الاحترافي من امتى؟ هو مشواره الاحترافي هو النجوم اخذته من دوره مدارس بيبسي زي كابتن محمد صلاح بالظبط. اخذوه شافوه في الدوره بتاعت بيبسي دي، كان الاول نادي النجوم كان اسمه بيبسي تبع الوزاره. فاخذوه من هناك، والكابتن والمستر محمد طاوله طبعا عنده مجموعه كبيره كده من اللعيبه ورباه هناك وقعد معاه فتره طويله لحد ما جت فتره الدرجه الاولى بتاعت الفريق الاول. كان هو عنده اول سنه ليه يصعد فريق اول وهو دوري ممتاز. كان نادي النجوم دوري ممتاز، دي كانت اول سنه لكريم يصعد فريق اول. ده كان اول مره يعني ده في دوري اكتشاف مواهب مش كده؟ دوره بتبقى تبع المدارس، بتبقى اكتشاف مواهب. دوري بيبسي للمدارس. انا ده الصوره دي كانت يوم تسلمه الجائزه لما كسب. كنا احنا من قريه اسمها الشين. انا وكريم ومحمد وعبد الرحمن، احنا اربعه بنلعب اخوات بنلعب كوره. فاحنا رحنا الدوره دي بتاعت نجريج دي جنبنا، البلد جنبنا، فرق بيننا وبينها حوالي مثلا 5 كيلو. وكريم وقتها لما شاف محمد صلاح قال ايه؟ يعني قال لكم انا نفسي في يوم العب معاه؟ احنا اصطدمنا ان محمد صلاح اصلا بي 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 جاي بيسلم الجوائز.
دي كانت احنا مفاجأة. خدنا الدوره وخلاص، احنا هناخد زي اي دوره بنلعبها هناخد الجائزه ونمشي. بص انا محمد صلاح واقف وهو اللي بيسلم الجوائز للعيبه، طبعا كلنا كل واحد اخذ صوره، واحنا طبعا كانت الصوره هي الجائزه بالنسبه لنا. طبعا طبعا. وانا متهيالي ان الصوره بتاعت النهارده كمان جائزه تانية لكريم طبعا. في مشواره احنا يعني. اصلا يعني احنا علاقتنا باخو محمد صلاح اللي هو نصر ده كويسه جدا، لانه قريب مننا سنا وكنا بنلعب معاه على طول وكده. فاول ما هو اول ما كريم راح المنتخب، نصر اخو صلاح كلمني قال لي مبروك ان شاء الله تكون بدايه خير وبتاع. قلت له انت عارف ان ده حلم طبعا، طبعا ان يشوف محمد صلاح بس كان حلم، وان هو يلعب معاه في المنتخب في جبهه واحده فده حلم بيعلي سقف طموحه ان هو طبعا. ممكن عقبال ما نشوف بره كريم زي صلاح كده ونشوف ان شاء كتير الله من باذن اللاعبين الله. المصريين كده. بشكرك يا استاذ حميد، وبلغ سلامي لكريم فؤاد اللاعب المنتخب المصري. بكل بساطه اكيد اكيد، وبالمناسبه الدوري اللي استاذ حميد فؤاد بيتكلم عنه ده هو اللي خرج محمد صلاح، وهو اللي خرج لاعبين مهمين جدا زي النني. دوري المدارس الشهير جدا اللي كان بيتعمل في المدارس برعايه احدى شركات المشروبات الغازيه، دوري كان مهم جدا ان هو خرج نجوم حقيقيين لمصر. عشان كده احنا مهتمين جدا النهارده بعوده نموذج لهذا الدوري في كابيتانو مصر اللي دلوقتي بيتحرك في كل محافظات مصر. احنا متاكدين ان محاولات الاكتشاف دي كمان هتطلع لنا ناس هايله وممتازه. كفانا 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 اننا نقفل الابواب على المواهب، وكفانا مواهب محبطه، لكن الحقيقه باكتشاف الموهوبين ودعمهم دور اصيل من ادوار المؤسسات والشركات وطبعا الدوله. صوره عظيمه.